كنت كلمت دكتور عن مسألة مناعة القطيع، وهي الفكرة انه يبقى عدد اكبر من الناس يعني يجي لهم الفيروس وبالتالي تكون مناعة القطيع. هل في اساس علمي بقى للسيناريو ده، وامتى بتتحقق؟ يعني لما الفيروس يوصل لنسبة كام في المية من الناس؟ هي مناعة القطيع جيدة لو كان طبيعة الفيروس ما بيصيبش فئة معينة من المجتمع بكثرة. يعني أنا مش محتاج مستشفيات وما فيش ضغط على المستشفيات في وقت قصير. يعني مثلا فيروس بيجي أعراضه خفيفة ممكن يتعالج في البيت، ده أحسن لي أعمل له مناعة قطيع، أو نفس الكلام لو بكتيريا. لكن لو كان الفيروس بيعمل وفيات عالية في كبار السن والناس اللي عندهم أمراض مزمنة، هيعمل ضغط على المستشفيات. مناعة القطيع اللي هي الكاملة زي ما كانت انجلترا بتحاول تعملها، محتاجة الدولة مثلا فيها نسبة الشباب أكتر وفيها جاهزية عالية جدا، ويستحسن مش مع فيروس زي فيروس سارس كوف 2 زي فيروس كورونا المستجد، ان هو نسب الوفيات في الهيرد اميونيتي في مناعة القطيع هتبقى عالية في كبار السن. السويد عملت حاجة في النص، عملت مناعة قطيع بس قعدت الناس كبار في السن في البيت. يعني الناس كلها تنزل وتخرج عدا الفئة اللي هي كبار في السن، اللي ممكن يبقى عندهم مشكلة في الأعراض. طب شايف